الفنانة السورية جيانا عنيد حلقت شعرها على الزيرو من أجل الفن. شاهد كيف أصبح شعرها وتعرف على عمرها الحقيقي ومعلومات أخرى عنها. جيانا عنيد تبلغ من العمر 37 عام، وهي ممثلة سورية بدأت مسيرتها من مسرح الهواة. ولدت في دمشق بسوريا بتاريخ 14 من مايو في العام 81. حازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشام المسرحي الثالث عام 2008 عن دور دليلة بمسرحية اتشيلو. تمتاز جيانا بالجرأة والخجل في آن واحد، ويعتبر مسلسل حائرات هو بدايتها الحقيقية، ولهذا العمل مكانة خاصة في قلبها، ولكن لم يأتي الدور الذي تلمع به ويرضي طموحاتها. أول أدوارها التلفزيونية كان مسلسل شيفون للمخرج نجدة أنزور، ثم مسلسل حائرات للمخرج سمير حسين. أذهلت بموهبتها كل المخرجين الذين وقفت أمام كاميراتهم من خلال إحساسها العالي ورقيها وذوقها الرفيع. أثبتت حضورها في مسلسل خاتون بعد أن حلقت شعرها بالكامل، حيث تلقت عرضا من الشركة المنتجة وكذلك من مخرج العمل، وبعد أن قرأت النص وجدت أن الدور يتطلب حلاقة شعرها بالكامل. وقد وافقت على القيام بحلاقة شعرها وخوض هذه التجربة لأنها وجدت فيها ما يغني النفس على الصعيد الشخصي والمهني. وكانت قد صرحت الفنانة جيانا عنيد أنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء ومرت بالظروف ذاتها سواء درامية أو ضيق الوقت، فمن المؤكد أنها ستعيد الخطوة نفسها وستحلق شعرها. الفنانة السورية جيانا عنيد درست التمثيل 4 سنوات، وهدفها منذ بدايتها احترافها الفن والتمثيل وأن تكون ممثلة جيدة. وبالتالي لديها الاستعداد أن تقدم أي شيء لا يؤذي أحدا لتعطي الشخصية التي تؤديها حقها. كانت قد اعتذرت الفنانة السورية جيانا عنيد عن عدد من المسلسلات بسبب النص أولا والدور ثانيا والكادر الفني ثالثا وأخيرا الأجر. حيث اعتذرت عن المشاركة في الجزء السابع من مسلسل باب الحارة وفي مسلسل صرخة روح أيضا، لأنها شعرت أن المسلسلين استهلكا ولم تكن موجودة في أجزائهما الأولى، فلا يريحها أن تكون في أجزائهم التالية.
ومن أهم أعمالها في دراما التلفزيونية بقع الضوء وأهل الراية ووردة شامية والغربال ودنيا بموسمه الثاني وعطر الشام والندم وخاتون وحائرات والغربال وشيفون وشهر زمان وسليمه وحريمه وغيرها من الأعمال. وفي الأعمال السينمائية أدت دور البطولة في فيلم طريق النحل عام 2017 وأيضا فيلم سلم إلى دمشق بدور زينة عام 2013 وفيلم ناموسينا عام 2012. وكانت قد صرحت الفنانة جيانا عنيد أنها جربت كل أنواع الدرامات من بيئي شامي وحتى الكوميدي والاجتماعي المعاصر. ولكنها تحب الدراما المعاصرة وتميل إليها لأنها في الوقت الحالي حقيقية أكثر، ويمكنها من خلالها طرح المواضيع التي نعيشها حاليا ونعاني منها. وحول إمكانية تقديمها لأدوار مثيرة وجريئة في مسلسلات تلفزيونية أو أفلام سينمائية تقول جيانا: برأيي أن أي فكرة أو قضية إذا طرحت بشكل فني صحيح فسأقدمها ولو كانت جريئة. وتضيف جيانا عنيد: بشرط ألا تؤذي عين المشاهد بحيث لا ينفر المشاهد من الممثلة ولا يشعر أن هناك ابتزازا بالتقديم.